صحيح. نعم، هذه الآية ذكرها في سياق التمدح، والتمدح لا يكون إلا بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال. طيب، رد آخر صلاح، يعني هناك فرق بين الإدراك والرؤية، فالله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الإحاطة. ومما يدل على التفرقة بينهما قول الله تبارك وتعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، إنما نفى الإدراك. وهناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية. الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الرؤية من قبيل المتواتر أم من قبيل الآحاد؟ اختار. نعم، من قبيل المتواتر. طيب، الأحاديث متواترة، أحاديث التي وردت في إثبات الرؤية متواترة. طيب، من يذكر لنا من هذه الأحاديث؟ مختار. نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. طيب، غير حديث أبي هريرة السلام، حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. أيضا أبو معاذ، نعم، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب من فضة، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. أيضا للنور، حديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، هنا ساقه بلفظ: وليلقين الله أحدكم يوم القيامة، يعني يلقاه يوم القيامة. طيب، قال ابن أبي العز رحمه الله: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال: ولولا إن التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. نعم، جمعها أهل العلم، ممن جمعها الإمام الدارقطني رحمه الله، وأيضا الإمام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وساق الإمام البخاري رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤية.
قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤيا أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة. إذن إثبات صفة الكلام، وهكذا المجيء وجاء ربك، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. صحيح، نعم، الأدلة تنزل عليهم وتحرقهم، ويعني هم السبب في ذلك، أخذوا عقائدهم ودينهم، أخذوا ذلك من الرأي لا من الكتاب والسنة. قال: وكيف تعلم أصول دين، وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله؟ نعم، كما في قوله: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، هذا تفسير رسول الله، وهكذا الأصحاب رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله، الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ضعيف، من حديث عبد الله بن عباس، وأخرجه الترمذي، وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف، ضعفه أئمة الجرح والتعديل. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هنا أخرجه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس أيضا، وفيه عبد الأعلى ابن عامر الأول، وهو ضعيف. هنا يستدرك المحقق على الشيخ الألباني، وقول الشيخ ناصر الدين الألباني رواه أبو داود الترمذي وغيرهما من حديث جندب، وهم منه، فإن لفظ رواية جندب: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الطبري وأبو داود والترمذي، وفي سنده سهيل ابن أبي حزم، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن فيما ذكره ابن كثير من طريق محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله تعالى، وسنده منقطع، وقوله تقلني أي تحملني. نعم، حديث منقطع لكنه مشهور.
وذكره ابن كثير وهكذا شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير. قال رحمه الله تعالى: والقرآن له قواعده التي يفسر بها ولا يفسر بالرأي. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. أي قال الله مثل القمر، لا، وإنما الناس يرون الله كما يرون القمر. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، هذا مجنون. شيء يرى وليست له جهة، نعم، وجهة العلو نثبتها لربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. هذا عدم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فالرؤية في الدنيا ممكنة، لكن نعم أبصارنا ضعيفة لا تحتمل حجابه النور. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ملك، نعم، يعني الملائكة خلقهم الله من نور، والإنسان لا يستطيع أن يراهم إلا من أيده الله وقواه كنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي الرسول، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل،
من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، وكلها مذاهب باطلة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير في نسخة التقرير، نعم الصواب، كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. نعم، كما في الحديث إذا القضاة ثلاثة، نعم، حديث بريدة، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره، كما في الحديث إذا حكم الحاكم. وبعضها مسائل كلامية، وكفانا كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.